جرى تحت رعاية صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح اليوم افتتاح التمرين الجوي المشترك الربط الأساسي 2018 الذي ينفذه سلاح الجو الملكي البحريني بمشاركة 9 دول شقيقة وصديقة، وهي القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الإماراتية، كما تشارك القوات الجوية السلطانية العمانية والقوات الجوية الكويتية وسلاح الجو الملكي الأردني والقوات الجوية المصرية والقوات الجوية الملكية البريطانية والقوات الجوية الباكستانية بصفة مراقبين. فلدى وصول معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى قاعدة عيسى الجوية كان في الاستقبال اللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبد الله آل خليفة قائد سلاح الجو الملكي البحريني ومدير التمرين ورؤساء الوفود المشاركة في التمرين، ثم قدم قائد سلاح الجو الملكي البحريني كلمة بهذه المناسبة شكر من خلالها صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين على تفضله لرعايته افتتاح هذا التمرين الذي يعد من أهم التمارين الجوية التي يعقدها سلاح الجو الملكي البحريني، كما أشار في كلمته لأن هذا التمرين يتميز بمرور 30 عاما على تنفيذه. بعد ذلك ألقى صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين كلمة إذانا بافتتاح التمرين، بعدها استمع صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى إجازة عن أهداف ومراحل التمرين المختلفة والطائرات المقاتلة المشاركة فيه ووسائل القيادة والسيطرة. حضر الافتتاح سعادة الفريق ركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، واللواء ركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء ركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.